بكل صراحة كلنا رانا آسفين يعني أن الجزائر ماهيش موجودة في كأس العالم، ولكن واش تحب نقول؟ هذا قانون الكرة، هذا قانون الكرة، وهذا مستحق أو لا غير مستحق، وهذا مصير المنتخب الجزائري. هذا هو لما نتكلم على المنتخب الجزائري غائب من هذه البطولة وإحنا آسفين كثير. المنتخب المصري أيضا كان يستحق أيضا يكون مع الجزائر في قطر، صحيح. مش موجود، وأيضا منتخب كبير أيضا عالميا وهو إيطاليا، هو خارج كأس العالم. ولكن الآن لازم علينا نبني المستقبل، ولكن نشوف في الماضي وش عندنا، وش درنا في الماضي، ولكن الآن الماضي هو اللي خلينا نبني المستقبل على أساس قوي جدا. مجال لعبت كأسي عالم 82 86 وفزت بكأس أمم أفريقيا 1990، تاريخ حافل وكبير ومشرف. الفيفا أعطتك دعوة لمشاهدة كثير من المباريات، رأيناك مع رول في المدرجات. نعم نعم. كيف استقبلت هذه الدعوة؟ وهل ما زلت تحس بأنه مثلا فيه نكران للجميل هناك في الجزائر بالمقابل فيه حفاوة كبيرة من الفيفا والهيئات الدولية الكبرى؟ لا والله ما نتكلمش على الأمور هذه السيئة تاع الجزائر وأمور هكذا، ما نتكلم عليها. أنا الحمد لله نشكر دائما مسؤولين الفيفا اللي يفكروا فيها، وأيضا الكاف أيضا. نعم. دائما نكون موجود في السيريموني هذوما دو تيراج سور، ولا واليوم يعني تقدموا لي دعوة رسمية وباش نكون يعني انفيتي دونور في هذه البطولات العالمية، نشكرهم كثير. وهذا يشرفني، وهذا يشرفني. وانت ممثل للجزائر أيضا، وراني ممثل الجزائر. نعم. يعني حتى لما نكون هناك يعني ممثل الجزائر والحمد لله.